وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة بالنبي وآله صلواتك عليه وآله. سماحة السيد الإخوة الأخوات الحضور، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي على الناس زمان يحبون خمسا وينسون خمسا، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون المال وينسون الحساب، يحبون المخلوق وينسون الخالق، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون المعصية وينسون التوبة. بين أيدينا فقرات في غاية الروعة والخطورة والأهمية، ذلك لما تشتمل عليه من مواعظ وعبر، ولا يسع المجال أن نقف عند كل وعند كل واحدة منها، وإنما بمقدار ما يتيسر لنا من الوقت نحاول أن نقف عند كل واحدة من هذه الفقرات. وإذا تتبعنا أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لرأينا أن الكثير من هذه العبارات قد ورد في أحاديثهم. مثلاً: يأتي على الناس زمان مساجدهم عامرة من البناء خراب من الهدى. ما شاء الله، بناء فخم يروق للناظر، ولكن من داخل هذا البناء ليس فيه أي معنى للهدى والصلاح، وهذا ما نراه ماثلا في حياتنا الاجتماعية اليوم وفي بلداننا. نهتم بالمظهر الخارجي ونبتعد عن الجوهر الداخلي. مثلا: يأتي على الناس زمان وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين. بتشوفوا إنسان حلو جميل رائع المنظر، ولكنك إذا فتشت في قلبه وجدته ألعن من الشيطان. يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. وهذا المثل وين يبرز؟ يبرز خصوصا في بلاد الاغتراب ومغريات الحياة وملذات الحياة. الشيطان يقتنص الفرص حتى يعلق بحبائله الإنسان، وخصوصا عنصر الشباب الذين يمتلكون القوة
ويمتلكون الرغبة ويمتلكون الاندفاع نحو مغريات الحياة. شوفوا الرسول صلى الله عليه وآله ماذا يقول: يحبون الدنيا وينسون الآخرة. ليش سميت الدنيا دنيا يا إخوانا؟ سميت الدنيا لدنوها ولدناءتها ولقذارتها، ولأنها ظل زائل لا يبقى، بل هي إلى فناء وزوال. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصف الدنيا بعبارات قليلة ولكنها غزيرة المعنى: الدنيا حلوة خضرة. شايفين؟ الدنيا حلوة خضرة، إن جانب منها عذوذب، يعني كان عذب، إن جانب منها عذوذب وحلولا، بالمقابل شو؟ أمر، يعني أصبح مرا، أمر منها جانب فأوبى. لذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وهو الذي عرضت عليه الدنيا بكل مغرياتها، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول عن الرسول: قضم الدنيا قضما، يعني أخذ ما يحتاجه إليه منها، قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا. كانت آخر همه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم زويت عنه زخارفها. هذا لا يعني أن نتخلى عن الدنيا، هذا لا يعني أن الدنيا ليست مطية ومزرعة للآخرة. أمير المؤمنين حينما يتحدث عن المتقين وأنهم كيف أنهم يشاركون أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل ولم يشاركوا أهل الآخرة في آخرتهم، حينما يقول مسجد أحباء الله، الدنيا المقبولة، الدنيا الممدوحة، مسجد أحباء الله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي الله. جاء رجل إلى الإمام الصادق، شوفوا كيف مفاهيم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كيف نظروا إلى الدنيا. جاء رجل إليه قال: يا ابن رسول الله، إني أحب الدنيا. قال له: خير إن شاء الله، إيه؟ وما تصنع فيها؟ شو بتعمل بالدنيا؟ قال: أتزوج وأحج وأنفق على عيالي وأجاهد في سبيل الله. قال: هذا ليس من عمل الدنيا وإنما هو من عمل الآخرة. وإلا كيف الواحد بده يوصل منا إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ حينما نتحدث عن الدنيا المذمومة نتحدث عنها من خلال نظرة القرآن الكريم: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الدنيا، نوح عليه السلام قعد يبلغ بقومه قديش؟ 950 سنة داع مصلح في قومه، وفي عنا روايات أنه عمر حوالي 3000 سنة. 3000 سنة عمر نوح. نحن هلأ إسا بحياتنا قديش أطول عمار؟ 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة. قالوا له: يا نوح، كيف رأيت الدنيا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: كمن دخل من باب وخرج من آخر. شايفين؟ كمن دخل من باب وخرج من آخر. إذا كان نوح عليه السلام هكذا الدنيا بالنسبة إليه، لكن نحن شو بدنا نقول بالنسبة إلى أعمارنا؟ والموت يتخطفنا، يتخطف شبابنا، يتخطف شاباتنا، يتخطف كهولنا، وهم بعد في سنين العمر، في بدايات السنين، يحبون المال وينسون الحساب.
وهذه مشكلة المشاكل بمجتمعاتنا. الناس كما يقول الحسين صلوات الله وسلامه عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. المال يا أخوانا من حيث هو لا يذم ولا يحمد. أنا إذا إنسان معه مال لا أذم صاحب هذا المال ولا أمدحه. أنت بذم وأنت بمدحه، إنما أمدحه إذا كان هذا المال وسيلة لمرضات الله سبحانه وتعالى. إذا أخرج صاحب هذا المال حق المسكين والضعيف والفقير والإنسان الذي تقعد به الحياة وهموم الحياة، أنا أمدح هذا الرجل لا أذمه. وأذمه إذا كان هذا المال بحد ذاته هدفا لمعارب شخصية وهدفا والعياذ بالله أو وسيلة لمعصية الله سبحانه وتعالى. شوف الرسول صلى الله عليه وآله ماذا يقول، ها خطاب لنا كلنا: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. ها شو مصير الطعام اللي بناكله؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت. بدي يبلى ثيابه تبلى، لكن ما الذي يبقى؟ وتصدقت فأبقيت. شوف القرآن الكريم كيف تحدث عن الإنسان، عن ذلك الإنسان الذي أو هي الفطرة الطبيعية الغريزة بالإنسان: وتحبون المال حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. في مقام آخر: الذي جمع مالا وعدد يحسب أن ماله أخلد، كلا لينبذن في الحطمة. نفكر هذا الإنسان الذي يكدس ويجمع أمواله متراكمة فوق بعضها البعض وهو يعتقد أن هذا المال سوف يدفع عنه عذاب الآخرة. لا، الله بيقول له: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. مش نارنا نحن، نار الله الموقدة. هذا الأمر الثالث. ثم يقول عليه السلام: ولا نطيل يحبون المخلوق وينسون الخالق. وهنا نسأل أنفسنا بالله عليكم: هل نحب الله كما نحب أولادنا؟ هل نحب الله أكثر مما نحب أولادنا؟ إذا نظرنا اليوم في مجتمعاتنا نرى هذا الأمر بارزا في حياتنا الاجتماعية، أن البعض يحب زعيمه وقائده أكثر مما يحب الله سبحانه وتعالى. خلينا نعطي مثال بسيط وما نطول عليكم. اليوم يسب الله تعالى جهارا وعيانا أمام أعيننا وأمام أسماعنا لا نحرك ساكنا، ولكن إذا سب زعيم ما فإنه تقوم الدنيا ولا تقعد. هي موجودة مجتمعاتنا. إن دل هذا على شيء، على ماذا يدلل؟ يدل على ضعف إيماننا وعقيدتنا، يدل على عصبيتنا وتبعيتنا وأهوائنا تجاه المخلوقين وليس تجاه الخالق. من الذي أوجدني؟ أنا كنت في حالة العدم ثم تفضل الله تعالى علي بنعمة الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أين كنا وأين أصبحنا اليوم؟ فبالأولى أن نحب الخالق
وأن نفنى في ذات الله سبحانه وتعالى. يحبون القصور وينسون القبور. ليس ممنوعا أيها الإخوة والأخوات أن نملك بيتا وأن نملك قصرا، بل من سعادة المرء أن تكون له دار واسعة وفارهة، ولكن ما هو الممنوع حينما تعمد إلى بناء قصرك وبيتك ثم لا تخرج حق الله سبحانه وتعالى؟ ليس ممنوعا أن تكون لك دابة فارهة، تعبيرنا اليوم سيارة يعني ما فخمة، ليس ممنوعا كل ذلك، ولكن فكر مليا وقليلا فيما تقول إليه. اليوم أنت في قصر مشيد، وغدا أنت في ضيق من القبر واللحد والعياذ بالله. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما هو حفرة من حفر النيران. يوم من الأيام يدخل أمير المؤمنين على دار أحدهم، بشوفه واسعة ما شاء الله، قال له ما كنت تصنع بسعة هذه الدار؟ شو بتعمل فيها؟ ما شاء الله عشرات الغرف كما هو اليوم في حياتنا. قال له شو بتعمل بهذه الدار؟ قال له بلى، تستطيع أن تصل بها الآخرة، ممكن تعبر من خلالها لوين؟ إلى عالم الآخرة، إلى رحمة الله، إلى رضوان الله. قال له بلى، تستطيع أن تصل بها الآخرة. كيف؟ تقري الضيف، إذا إجاك ضيف تكرمه، تقري الضيف وتفشي السلام وتطلع الحقوق منها مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة. يحبون القصور وينسون القبور. في كلمة مش راح طول عليكم، كلمة للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، يقف على قبر أحدهم، على قبر أحدهم وقف، شو قال؟ التفتوا، قال إن شيئا هذا آخره حقيق أن يزهد في أوله. كيف يعني؟ إذا كانت هي الدنيا آخرة عند القبر، ها؟ إن شيئا هذا آخره حقيق أن يزهد في أوله. يزهد بشو؟ بالدنيا. إن شيئا هذا آخره، إذا كانت مآل الدنيا عند هذا القبر فحقيق أن نزهد في الدنيا بعد. وإن شيئا هذا أوله حقيق أن يخاف لما بعده. إذا كانت عالم الآخرة ومنازل الآخرة أول مرحلة هي القبر، فحقيق أن نخاف لما بعد القبر. يحبون القصور وينسون القبور. يحبون المعصية وينسون التوبة. مش بس منحب المعصية، بل نتلذذ بها ونجاهر بها عيانا، وكأننا بذلك نتحدى الله سبحانه وتعالى. في ناس بهالأيام يا أخوينا وأخواتنا يجاهرون بالفجور، يجاهرون بالفسق. بتشوفوا شاب شايف حاله أنه عم يدخن بالشارع، أو عم يشرب بالشارع، أو عم يأكل بالشارع. فإذا يحبون المعصية وينسون التوبة، ونحن في شهر التوبة، شهر المغفرة وشهر الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الشهر الذي تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل رحمته وتوبته وغفرانه في أواخر هذا الشهر الكريم. وإلى أرواح أموات الحاضرين جميعا ومات على الإيمان والشهداء والعلماء، نهدي إلى الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.